والحاجه التانيه ان احنا قلنا في حياه كريمه هنعمل ان شاء الله 300 مدرسه تعليم مجتمعي السنه دي و200 السنه الجايه. تجربه عظيمه يا دكتوره نيفين، وانا يعني سعيده ان وزيره التضامن قد ايه شافت فكره التعليم المجتمعي ده والفصول دي قد ايه مهمه وقد ايه بتسد فجوه يعني مهمه جدا. بجد شفتهم بيفوقوا اطفال، مش هقول في مدارس حكوميه، في مدارس خاصه. صحيح. يعني حسيت باهتمام قوي مش بس في تعليم الاطفال، في شخصياتهم. أيوة. يعني اولا حسيت ان هم قيادات صغيره، يعني اللي بيقودني في الحوار مع يوريني الفصل وبيعرفني الانشطه وبينظم، يقول لها واحده تخلص فيقول لها احنا انا متشكر اتفضلي يا فلانه. فحسيت في حقيقي بجد تكوين شخصيه حقيقي، في تكنولوجيا في الفصل، في مهارات في لغه، الولد بيتكلم لغه كويس جدا وهم بيكتبوا. شفتيهم قد ايه متشعلقين في الفرصه يا دكتوره نيفين؟ جدا، يعني عينيهم تحس انه هي الفرصه، لما جت لهم مسكوا فيها يا حبايبي بايديهم واسنانهم. انا حاسه ان هم يعني من كتر ما هم متعلقين بالمدرسه هم بقوا جزء مع بعض ومنسجم مع بعضه. والجزء الثاني ان انا كنت سعيده جدا لان المدرسه اللي احنا شفناها دي كانت تبرع من احد المواطنين. الارض نفسها تبرع. هو راجل مواطن جميل وبسيط، فبقول له انت تبرعت بالارض كلها؟ قال لي اه، منه غير اي تردد اتبرع بالارض وبنوا المدرسه. الولاد عندهم انشطه فنيه، فقلت يمكن بيتكلم كويس، فتكتب على اولا هي عندهم سبوره ذكيه. وبداوا يتكلموا بالعلم، يعني بقيت اقول لهم احنا ما تعملناش الحاجات دي واحنا صغيرين. وبتعمل اللي هي الحساب بطريقه اللي هي يوسي ماث. يوسي ماث احنا انا مش فاهماه كويس، فقلت لها طب ممكن تفهميني؟ قالت لي اللي فوق بخمسه واللي تحت بواحد. قلت لها معلش استحمليني لان وانا صغيره ما اتعلمتهاش. ففهمتهاني كويس قوي. بيكتبوا على سبوره، انا بحب اللغه يعني والخط، واخر الجمله حطت نقطه. يعني بجد شفت قواعد مدارس تعليم مصر وتربيه الخير هايلين، رائعه. فقلنا لهم لا احنا هنعمل في حياه كريمه 500 مدرسه تانيين، 300 السنه دي ان شاء الله و200 السنه الجايه، ويعني هنكمل لان مصر فيها 5000 مدرسه. احنا نفسنا يبقوا اكتر علشان يساعوا كل الولاد اللي تسربوا، وهنستخدم نفس الفصول بعد الظهر في جلسات التوعيه ومحو الاميه للامهات. وبعدين هو الجميل برضو ان هم مش بيهتموا بالطفل بس، بيهتموا بالاسره كمان. للي فايته ايه الفرق ما بين الفصول العاديه او المدارس العاديه والفصول المجتمعيه؟ الفصول المجتمعيه بتتعامل في المناطق النائيه، في القرى البعيده، في الاماكن اللي ما فيهاش كثافه سكانيه، وبالتالي موارد وزاره التربيه والتعليم ما تقدرش تبني مدارس للكثافه القليله دي، فبتبقى اقرب مدرسه للولاد دول على بعد كبير، عشرات يمكن الكيلو مترات. فالاقرب للاهل ان هم يقعدوا يقعدوا اولادهم، ولاد وبنات وتحديدا البنات. فلما تيجي مؤسسه زي مصر للخير تروح القريه نفسها وتبني فصل او مدرسه صغيره وتخبط على البيوت، تاخد الولاد اللي ما دخلوش التعليم وتعلمهم، ده بيبقى خلق فرصه وخلق حياه لكل هؤلاء الاطفال. لما تيجي الوزاره تتبرع ب 90 مليون جنيه للمشروع ده، يبقى الف تحيه للوزاره والمصر الخير. والمصر الخير.